مرحبا. بتقول الام تريزا دو كالكوتا، باحدى المرات لما كنت بعدني طفله صغيره اجى رجال على بيتنا وخبرنا عن عائله هندوسيه فقيره في عندها 8 اولاد ما اكلوا شيء من عده ايام. بتقول القديسه اخذت صحن من الاكل ورحت لعند هالعائله، شفت الجوع بعيونهم. اخذت الام مني صحن الاكل وبعد ما شكرتني حطت نص الأكلات بصحن تاني وظهرت من الباب، ورجعت بعد دقايق والصحن يلي أخذته كان فاضي. سألتها، بتقول القديسة تريزا، شو عملتي بالأكلات؟ دلت على باب جيرانهم وقالت هني كمان مثلنا ما أكلوا من عدة أيام. بتقول القديسة، رجعت على بيتي وتعلمت كتير. كنتين على الماشي بدها تقلك اليوم، لأن الجوع بالعالم ما رح ينتهي إلا إذا أنا وإنت تقاسمنا الشيء الموجود. الأم تريزا بتقلنا أنه تعلمت كتير من هالحادثة، إن شاء الله نحنا كمان نكون تعلمنا، مش بس حطينا لايك العمل بالخفي من دون ما تعرف شمالك شو عملت يمينك، هو يلي بغير الأنظمة وبيدك حصون التكبر وبيزرع الأمل والحب قلوب ناس كتار عم ننسى إنه الناس والله معك.